هذا انا ماخذهم من الكتاب، من كتاب كريك. اه شغال اوكي. طيب عندنا هلا نفس الشيء، هنرجع هنا واضح انها هي ثيتا 1، عندي ثيتا 2 ثيتا 3. اذا اول سؤال بنساله هلا الكينيماتكس، ايش الفرق بين الكينيماتكس كعلم وبين الداينامكس والستاتكس مثلا؟ ايش الكينيماتكس مهتم، علم الكينيماتكس؟ نعم تمام، with disregard للفورسز اللي بتسببهم. يعني كأني بقول أنا عايش في عالم مثالي، أنا الكينيماتكس بدي أطلع على حركة الأجسام كيف تتحرك وإيش الأكسلريشن والفلوستي والجيرك تبعها، بغض النظر عن الفورس. بعدين راح أفكر بالفورس، بعدين راح أفكر بالفورسز اللي راح تسبب هذه الحركة. ماشي واضح؟ علم الكينيماتكس هو علم الحركة، وما بهمني، ما بهتم إلا بس إني أعرف المسارات، بعدين راح اقلق على الفورسز راح تسببهم. انا طبعا في الحياه الواقعيه ما راح اقدر احقق الكينيماتكس هاي الا اذا كان عندي الفورسز والتوركس المطلوبه. بس احنا هلا راح نحط المشكله هاي لجنب، هلا راح نفكر بس في البدايه، راح نفكر كيف انا بدي احقق المسار المطلوب، او حتى قبل المسار كيف انا بدي اوصل النقطه المطلوبه والاورينتيشن المطلوب للقطعه، لاني ايش اعمل، ايش اللي انا بدي اعمله هون حتى اوصل الاند افكتر يكون في بوزيشن معين X1, X2, X3 أو عفواً X1, Y1, Z1 ويكون له orientation معينة. شو اللي بدي أعمله في هذا الروبوت؟ بدي أحدد الأنجلز. اتفقنا بالحالة هاي في عندي أنجلز، لو عندي prismatic بدي في الحالة هاي عندي أنجلز. إذا أنا بدي أغير الأنجلز هدول حتى، ففي إذا حل في unique solution. إذا أنا عرفت الأنجلز هدول، عكست أنا السؤال أو هذا السؤال الأصلي. السؤال الأصلي بقول الفورورد كينيماتكس بتقول انه انا لو عرفت الزاويه اللي انا حاططها هون، وعرفت الزاويه اللي هون، وعرفت الزاويه اللي هون، فانا I've uniquely defined the position. ولاني uniquely defined the position فيش غير position واحد بتحقق من هون، فالاند افكتر ايش راح يكون له؟ position orientation. اوكي، هذا حل واحد واضح عندي فور. فانا في عندي ماتريكس ما بعرف شو هي، معقده كيف بطلعها، بس خليني افترض انه عندي هاي الفورورد كينيماتكس ماتريكس. اذا ضربتها في ايش راح يطلع معي البوزيشن؟ بايش بدي اضربها؟ بالزوايا، والزوايا هذول راح اعملهم كفيكتور. اوكي، فيكتور، الفيكتور طريقه من الطرق، هو ما فيش فيكتور هون، بس احنا الفيكتور طريقه من الطرق بحيث اني انا كومباكتلي اضرب ايش احط؟ احط ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 في ماتريكس، مش هيك؟ هو مش فيكتور. هل ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3 بفيكتور بالمعنى التقليدي اللي احنا كنا ندرسه بالفيزيكس؟ هو مش فيكتور، بس احنا اصطلحنا انه نسميه على فيكتور، فصرنا نقول لو عندي فيكتور ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4 وضربته بايش؟ بالفورورد كينيماتكس ماتريكس، ايش راح يطلع لي؟ البوزيشنال اورينتيشن. اوكي، هاي فيري كونسايز ميثود، طريقه كونسايز. اذا بدي بطريقه معينه من معرفتي للديزاين تبع هذا الروبوت، يعني الاطوال اللي هون مثلا، طبيعه الجوينت وطبيعه كل جوينت من هون، من معرفه الاطوال راح اطلع ماتريكس. الماتريكس هاي راح اضربها بالفيكتور اللي بيمثل البوزيشن. فباجي بقول والله انا جعبالي اليوم احط ثيتا 1 تكون مثلا 30 درجه، وثيتا 2 تكون 15 درجه، وثيتا 3 تكون 30 درجه. وين راح يصير هذا؟ مباشره بضرب الاثنين. هلا في حد سال سؤال اظن محمود، محمود مش هون، محمود موجود اليوم مثلا. هلا هل انا فعلا بحتاج هاي الماتريكس في الحياه الواقعيه؟ هذا سؤال مهم. فاهمين شو السؤال؟ السؤال انا راح اطلع، راح نطلع طريقه معينه، راح نفهم طريقه معينه، راح نشتغل بشابتر 3 كيف اطلع الفورورد كينيماتكس ماتريكس. الفورورد كينيماتكس ماتريكس هي طريقه بحيث ان اذا عرفت ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4 البوزيشنز تبعتهم وضربتهم وضربت هاي الماتريكس فيهم، راح يطلع معي الاورينتيشن تبعت التول. هل راح احتاجها في الواقع؟ نعم احتاجها، لانه الديزاين مبني عليها، تمام. ايوه تمام، بترجع احنا العكس، ماشي الانفرس كينيماتكس صحيح، بس التنتين الفورورد كينيماتكس والانفرس كينيماتكس. انا هلا الجواب بيعتمد انه انا بدي دم روبوت ولا انتليجنت روبوت. لو انا بدي دم روبوت شو بعمل؟ كل اللي بعمله خلص، اذا بدي اجيب نقطه معينه، وهذا اللي احنا بنعمله طبعا، هذا الانسان بيعمله بايده، بس احنا بنعمله بذكاء، الذكاء اللي موجود عندنا. اذا بدي انتليجنت روبوت شو راح يصير الروبوت؟ ايش راح يصير اعطيه؟ راح اقول له روح على البوينت، اعمل اورينتيشن للبوينت اكس للبوزيشن هون، هذا الانفرس كينيماتكس. وايش بحسب الروبوت؟ بحسب الزوايا. هذا الذكاء الموجود بالانسان. ايش احنا بنعمل لما باجي انا بدي اطول قطعه معينه ملزقه هون مثلا او شيء، او بدي احس ايش عمالي بعمل؟ ايش عملت انا اوتوماتيكيا بدون ما افكر؟ ظبطت الجوينت هاي، ظبطت الجوينت هاي، ظبطت الجوينت هاي، ظبطت الوضعيه تبعت الاصابع من هون بحيث انه قدرت اني اوصل بدون ما افكر.
بدون ما ارفع هذا، بدي ارفع قطعه معينه. شوفوا حتى كمان بدي ارفع القطعه هاي، فواضح عندي انا ظبطت الاورينتيشن تبعت الجوينتس هذول بحيث اني قدرت اجيب القطعه هاي حتى وانا مغمض عيني بقدر اجيبها. هذا الفورد، الفورد كينيماتكس هو الخطوه الاولى، بس زي ما حكى ماهر او تامر هو فعليا اللي انا بستفيد منه هو الانفرس كينيماتكس. الانفرس كينيماتكس شو بتجاوب على اي سؤال؟ تقول اذا انا بدي احقق النقطه هاي بدي الاند افكتر يكون في مكان معين وماسك هو مثلا برغي فرضا، وبدي اياه بعدين عشان يثبت في مكان معين يكون في له اورينتيشن معينه. هون السؤال بيجي، ايش هي الزوايا؟ ايش الزوايا اللي بدي احطها ثيتا 1 ثيتا 2 ثيتا 3؟ او اذا كان في بوزيشن كمان، اذا كان في بريزماتيك جوينت ايش هذا اللي بجاوب عليه؟ الفورورد كينيماتكس والانفرس كينيماتكس.